بعد الله صباحك يعني زميلي وصباح الجميع. يعني نتحدث عن تواصل للغارات الإسرائيلية والاستهدافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة من الشمال حتى الجنوب، وبالأخص في شمال قطاع غزة الذي تعرض بالأمس إلى عدة غارات عنيفة أدت إلى العديد من المجازر بحق عائلات كثيرة، خصوصا يعني في آخر ساعات الليل قصف الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات. هذه المستشفى التي هددها الاحتلال مرارا وتكرارا باقتحامها وبقصفها أيضا، بالإضافة إلى عدد من المجازر بحق من العائلات في تل الزعتر مع ساعات الفجر الأولى. أما في مدينة غزة وفي المنطقة الوسطى فالغارات لم تتوقف البتة منذ طيلة ساعات الليل وحتى وقتنا حتى وقتنا الحالي، بالإضافة إلى أصوات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات الحربية التي تكثف أيضا من غاراتها بين الحين والآخر. سمعنا اليوم منذ صبيحة هذا اليوم إطلاق يعني الزوارق البحرية في بحر المنطقة الوسطى، إطلاق وابل من قذائفها تجاه أيضا مناطق مستهدفة ومنازل المواطنين في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى إطلاق الآليات المتمركزة على طول خط الحدود الشرقي في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، إطلاق أيضا قنابل إطلاق قذائفها أيضا تجاه منازل المواطنين. يعني الحرب وحرب الدمار التي تستهدف فيها الطائرات الإسرائيلية ويستهدف فيها جيش الاحتلال لا زالت مستمرة إلى حتى الآن. أما بالشأن الإنساني فنحن لا نتجول في الميدان داخل الأسواق في المنطقة الوسطى، الحالة يرثى لها حالة المواطنين، شح الموارد الأساسية في تلك المنطقة خصوصا يعني بعد قطع الطريق ونصب حاجز عسكري لدبابات وجيش الاحتلال في المنطقة ما بين الوسطى والمنطقة الجنوبية أول أمس، بعدها يعني شحت الموارد الأساسية والسلع الغذائية الأساسية وأهمها الدقيق، بالإضافة إلى غلاء الأسعار إن كان متواجد لبعض من هذه المواد. هنا المواطنين يعني بدأوا يعني يتخوفون أكثر وأكثر بعد إضافة حاجز عسكري جديد فصل الشمال عن الوسط وحتى أيضا عن الجنوب. أشكرك مراسل الغد من داخل مدينة غزة عبد الله عبيد.